ودلوقتي جه ميعادنا مع جولة المحافظات وأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت سواء في مبادرة حياة كريمة في محافظة مطروح أو المشروعات وأعمال التطوير اللي بتحصل في اسكندرية. كمان معانا مجموعة تانية كتير من الأخبار. خلونا نبدأ جولتنا في المحافظات من جنوب سيناء وتحديداً مدينة طابة. امبارح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية رفع العلم المصري على طابة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، وده بمناسبة الاحتفال بالذكرى 33 لعودة طابة للأراضي المصرية واحتفالات العيد القومي لمحافظة جنوب سيناء. في مطروح أنهى فريق مبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية أعماله اللي استمرت 3 أيام، خلالها تم عقد لقاءات مع رؤساء المدن والقرى اللي تم اختيارها ضمن أعمال المبادرة وإجراء جولات ميدانية وحوار مجتمعي للوقوف على آراء المواطنين واحتياجات القرى. في المنيا وضع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للشهداء، وده احتفالاً بالعيد القومي للمحافظة، وأشار إلى الطفرة غير المسبوقة في المشروعات القومية الكبرى اللي بتتم على أرض المحافظة. أما في بني سويف فتم إطلاق قافلة طبية على مدار يومين بمركز إهناسيا مكونة من 12 عيادة في 11 مجال طبي، وتم الكشف على 2290 مريض وصرف العلاج ليهم بالمجان. وفي الإسكندرية أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عن تخصيص 17 مليون جنيه من ميزانية الخطة الاستثمارية لرصف الشوارع بحي العجمي، ده غير أعمال إعادة الشيء لأصله بعد الانتهاء من مشروعات الغاز والكهرباء والمياه بالشوارع، وده لتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة. النهاردة جامعة طنطا هتنظم الملتقى الثقافي والرياضي الأول للطلاب الوافدين بالجامعة، وده في إطار الاحتفال باليوبيل الذهبي. الفعاليات هتتضمن عدد من المسابقات في مجالات الرسم والفنون التشكيلية، ده غير المواهب في الغناء والعزف والإنشاد الديني والتصوير الفوتوغرافي، وكمان تم تنظيم ندوة تثقيفية حول التواصل بين الشعوب.